السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار التاسعة، نستهلها بأبرز العناوين. سمو المحافظ المحافظة الجنوبية يوجه بتشكيل فريق مشترك لتعزيز اشتراطات الأمن والسلامة بالمحافظة. معهد البحرين للتنمية السياسية ينظم المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل. والفريق الوطني الطبي يؤكد بأن لا وفيات بين من أكملوا الجرعة المنشطة، ويرعو المواطنين والمقيمين لمواصلة الإقبال على التطعيم. أهلا بكم إلى تفاصيل التاسعة. ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماع اللجنة الأمنية الثامن لعام 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بحضور العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ وعدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية. وطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية على تقرير مفصل سلط فيه الضوء على جهود الإدارة في إخماد الحريق الذي اندلع بتاريخ 26 من شهر يوليو في سكراب، حيث أشاد سمو المحافظ بدور الدفاع المدني من ضباط وأفراد في تأمين السلامة المطلوبة حول المنطقة واستجابتها السريعة وأدائها المتميز في إخماد الحريق باحترافية عالية. ووجه سمو المحافظ إلى تشكيل فريق مشترك بين الإدارة العامة للدفاع المدني ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية لتعزيز اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والورش الصناعية التي تقع في نطاق المحافظة، منوها سموه بالإجراءات القائمة والمتخذة بهذا الشأن من خلال الجهود المبذولة في تعزيز سلامة وأمن المنشآت وفق أعلى المعايير. نظم معهد البحرين للتنمية السياسية المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل للشباب ضمن الفئة العمرية من 18 حتى 29 عاما، حيث تضمن اللقاء حوارات تفاعلية تتناول تطلعات الشباب البحريني والتحديات المستقبلية التي يواجهونها في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بمشاركة الشباب في صنع القرار ومستقبلهم الوظيفي، فضلا عن تعزيز روح الانتماء والولاء وتعزيز قيم المواطنة بين الشباب والناشئة. هذا وأشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان خلال مشاركته في هذا اللقاء. أشاد بالشباب البحريني وتفاعله مع القضايا الوطنية المطروحة، حيث أثبتوا حرصهم على المشاركة الإيجابية من خلال طرح الأفكار والرؤى، خاصة تلك المتعلقة بمدى الاستفادة من الأفكار المبتكرة وروح المبادرة التي يسخر بها الشباب البحريني، مؤكدا تقدير واهتمام الوزارة بوجهة نظر فئة الشباب وما يتم تناوله من هموم متعلقة بسوق العمل، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار جميع ما تم طرحه من هموم وأفكار ومقترحات للاستفادة منها في رسم المبادرات المستقبلية واستراتيجيتها التطويرية. أعلن جهاز الخدمة المدنية والجهاز الوطني للإيرادات عن تعاون مشترك بشأن تطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة، إذ استعرض كل من أحمد بن زايد بن زايد رئيس جهاز الخدمة المدنية ورنا فقيه الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات حيثيات هذا التعاون والمراحل الأساسية للتنسيق والعمل المشترك للارتقاء بالأداء الحكومي، إذ سيقوم جهاز الخدمة المدنية بإعداد خطة للإشراف والتدقيق على تطبيق نظام إدارة الجودة في الجهاز الوطني، حيث يتضمن ذلك 5 مراحل أساسية وهي نشر ثقافة الجودة وعملية التوثيق والتدريب والدعم ومرحلتي التدقيق الداخلي والخارجي استعدادا للحصول على شهادة الأيزو العالمية، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد فيما يتعلق باستخدام التقنيات المناسبة لتطبيق نظام إدارة الجودة. قام
قال المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن بلديات تعمل مع وزارة المواصلات والاتصالات على مشروع لتنظيم عملية إدارة والتطوير وتشغيل المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية والكهربائية في مملكة البحرين. وقال وكيل البلديات إن هذا المشروع يأتي نظرا للطلب المتزايد لتوفير مسارات وممرات خاصة بالدراجات الهوائية والكهربائية في مملكة البحرين، وما يتطلبه ذلك من توحيد الرؤى والجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية. وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تعنى بتفعيل سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين ومتابعة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى دراسة مقترحات وإجراءات المشروع، حيث بإمكان اللجنة إشراك الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالخدمة والأعمال والمتطلبات المرتبطة بأعمال اللجنة. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. مجمع سلمانية الطبي يستقبل دفعة جديدة من أطباء الامتياز. أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 أهمية أخذ الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا، موضحا أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ولم يسترع دخول أي حالة إلى المستشفى بين من أكملوا 14 يوما بعد الحصول على الجرعة المنشطة، لما توفره الجرعة المنشطة من حماية من فيروس كورونا المتحور. هذا ودعا الفريق الوطني الطبي المواطنين والمقيمين لمواصلة الإقبال على التطعيم والجرعة المنشطة من أجل تعزيز النتائج التي وصلت إليها مملكة البحرين في المرحلة السابقة، وذلك بهدف زيادة تحصين المجتمع وتحقيق المناعة المجتمعية لأفراده، لما تسهم فيه الجرعة المنشطة من رفع الاستجابة المناعية في الجسم، وأهمية ذلك للجميع بخاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر. وحول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة بسمة صفار استشارية صحة عامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة. مساء الخير دكتورة بسمة. بداية، الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أكد في الخبر السابق على أهمية أخذ الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا، ما أهمية مواصلة الإقبال من قبل المواطنين والمقيمين على التطعيم والجرعة المنشطة خصوصا في هذه الفترة؟ مساكم الله بالخير جميعا. الجرعة المنشطة كما بينا سابقا وبحسب التوصيات للفريق المعني بالتصدي لجائحة كورونا فريق مملكة البحرين، جاءت التوصية بإعطاء هذه الجرعة المنشطة لتعزيز الاستجابة المناعية، وخصوصا بالنسبة للفئات الأكثر عرضة لمخاطر الأمراض، ومنهم كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق، وكذلك الفئات الأخرى من المصابين بالأمراض المزمنة كالمصابين بداء السكري أو غيرها من الأمراض المزمنة، وكذلك المصابين بأمراض نقص المناعة والذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك كالعاملين الصحيين من الصفوف الأمامية. والهدف من هذه الجرعة المنشطة هو تعزيز الاستجابة المناعية بعد مرور فترة زمنية من أخذ لقاح اعتمد طريقة تقليدية وهو لقاح سينوفارم، فقد تتناقص المناعة، وبالتالي لابد من أخذ هذه الجرعة المنشطة لتعزيز الاستجابة المناعية ولرفع معدل المناعة للتصدي للإصابة بفيروس كوفيد. وأثبتت هذه الجرعة المنشطة بحسب البيانات المتوفرة حاليا في مملكة البحرين الفاعلية وأيضا المأمولية لمتلقيها، فيعني حدت من عدد الإصابات بالفيروس. ونتمنى من الجميع الإقبال ممن لم يتلقى الجرعة المنشطة وخصوصا من الفئات الأكثر عرضة لمخاطرة الأمراض بالتوجه لأخذ هذه الجرعات بحسب التوصيات في هذا الصدد. نعم الدكتورة بسمة صفار استشارية صحة عامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة، شكرا لك. نظم قسم التدريب بمجمع سلمانية الطبي عبر تقنية الاتصال المرئي اللقاء التعريفي الأول ل 150 طبيبا من خريجي جامعة الخليج العربي والكلية الملكية الإيرلندية للجراحين المنضمين للبرنامج التدريبي لأطباء الامتياز.
والذي يأتي ضمن خطط المجمع الطبي لتأهيل كوادر طبية ذات كفاءة ومستوى عال من الأداء. هذا وفد دكتور عمر العوضي القام بأعمال رئيس قسم التدريب في المستشفيات الحكومية أن البرنامج التدريبي لأطباء الامتياز يأتي ضمن مساعي مجمع السلمانية الطبي للارتقاء بالكوادر الطبية في مملكة البحرين من أجل تقديم خدمات طبية متميزة لكافة المواطنين والمقيمين، حيث يستقبل المجمع الطبي بشكل سنوي أطباء الامتياز ليتم تدريبهم تحت الإشراف المباشر للأطباء الاستشاريين ومساعديهم من الأطباء المقيمين ليحظوا بتجربة تدريبية مثرية. أحرزت جامعة الخليج العربية المركز الأول على مستوى مملكة البحرين والمركز الخامس عشر كأفضل جامعة على مستوى العالم العربي في تصنيف تايمز 2021 للتعليم العالي للجامعات العربية الذي يصنف الجامعات وفق معايير دولية شمولية تقيس الاستشاريات البحثية ذات الجودة العالية والأوراق العلمية المنشورة والتعاون الدولي ونشر الأبحاث العلمية في مجالات عالمية وعملية محكمة. وقال رئيس جامعة الخليج العربية الدكتور خالد بن عبد الرحمن العهلي إن تصنيف جامعة الخليج العربي في مراتب متقدمة لم يكن هدفا، وإنما كان ذلك بفضل من الله تعالى ثم بسبب إنجازات الجامعة الإبداعية في طرح برامج مبتكرة في مجموعة من التخصصات المتقدمة مثل دكتورات الابتكار والطب الشخصي والطب التجديدي، ولما تمتلكه من قدرات وإمكانات تعليمية وبحثية وسمعة أكسبتها ثقة التعاون الدولي مع جامعات عالمية مرموقة. وإلى الطقس محافظات مملكة البحرين. أخبار التاسعة للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق بي اتش تي في اند راديو. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.